هذه النوعية الممتازة في عالم الأصالة هنا في تحفة الميادين في ميدان المرموم. يسير الشوط في مسار 8 كيلومترات في بدايته وانطلاقة هذه الفية من المهجنات الأصايل مباشرة. نبحر في عمق الميدان، نذهب إلى المراكز الأولى وراء السيطرة من قبل جميلة. بعد بداية الانطلاق عتيج بن عبيد بالهلي الهاجري الذي يقدم جميلة، تتقدم على المقدمة وعلى المركز الأول، تليها بالمركز الثاني، تأتي فيه الضبي وحسين بن علي بن مبارك بن سالم. حسين بن علي بن سالم بفراج المري الذي يقدم المركز الثاني. هناك ربشة تتدخل في هذه اللحظات، مبارك بن راشد بن سبت الخيالي، ولكن بن مغير من الجانب الثاني وشعار ناصر بن مغير العميمي يتدخل في هذه اللحظات ويأتي صعب المضمرين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نواصل المسار، تتدخل في هذه اللحظات لسعة وفي هذا الانطلاق. تتدخل أشواق في هذه اللحظات، سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي تتدخل في هذه اللحظة وتنطلق على المركز الرابع أو المركز الخامس، بينما أكمل النداء للمركز السادس وتتدخل في سادس المراكز أسباب ومانع بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز السابع من الجانب الآخر وشوف الدخول من الجانب الآخر، هذه مهمة، أحمد بن عتيج بن عطشان الهاملي في المركز السابع، بينما المركز الثامن اليذاب مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات قدوم من العنو علي بن هزيم بن محمد المسافري، ودخول في هذه اللحظة في المركز العاشر الضبي سعيد بن سالم بن سهيل العامري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى من المهجنات في بداية الشوط وانطلاقته في تحديات هذا الشوط وتحدياته في المسار الذي يبدأ بهدوء في البداية، لأن المسافة 8 كيلومترات ومسافة طويلة تحت تحتاج إلى التأني وتحتاج إلى التفكير والمتابعة والتريض في هذه المسار. الأسماء متقاربة، ترقبوا هذا الشوط، بتكون في إثارة وبيكون في حماس، لأنه يحمل أسماء صالت وجالت وحققت إنجازات كثيرة في فترتها العمرية حتى وصلت إلى هذا السن، سن الحول، بسجل من ذهب وحروف من نور، لتنطلق في هذا الشوط وتتنافس في أرضية ميدان المرموم. أعود إلى الضبي حسين بن علي بن مبارك بن فراج المري، تتقدم الذلل المهجنات وتقودهن من الجانب الثاني من جانب اليمين، بينما المركز الثاني تتواجد فيه جميلة، وياتي عتيج بن عبيد بالهلي الهاجري الذي يقدم جميلة، تدخلت من عمق الميدان وتسللت هناك مشاهدينا متابعين الكرام اللي هي أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الرابع ربشة الشوط بيحمل ربشة الشوط وربشة بتسوي ربشة في الشوط. هذه ربشة مبارك بن راشد بن سبت الخيالي على المركز الرابع. أما المركز الخامس تتقدم فيه أشواق، سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يقدم أشواق على المركز الخامس. المركز السادس وصلت في هذه اللحظات وتدخلت صرخة مغير بن سالم بن حارب العميمي يقدم صرخة، والسابع المراكز وصل الشريفي ويقدم اليذاب مبارك بن محمد بن خيره الشريفي، بينما المركز الثامن ثامن المراكز تتواجد فيه وصايف مانع بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم وصايف، وهناك المركز التاسع المراكز، يا سلام، هذه الغزيل علي بن محمد بن سعيد الكعبي تتواجد في المركز التاسع، والمركز العاشر تتقدم
تقدم في عاشر المراكز هذه العنود علي بن هزيم بن محمد المسافري. هذه العشر المراكز، العشر المراكز في ندانا الثاني، في ندانا الثاني في هذا الشوط الذي يحمل بداية الهدوء ولكن يحمل أسطورة من الهجن، يحمل أسماء جميلة ورائعة ترقب المزيد في الثمانية كيلومترات ورقص الكبار. هذه الأسماء الحاضرة على تحفة الميادين في ميدان المرموم على الرحب والسعة دائما في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. شوف نص المسافة، شوف الأربعة كيلومترات الجميلة، شوف الأربعة كيلومترات اللي انقضت، وشاهد وتابع وفكر في الأربعة كيلومترات القادمة لنيل الفوز والناموس والتحديات. أعود إلى الثلاثية. هكذا مشاهدين الأعزاء الثلاثية الجميلة والرائعة. أعود إلى التغيير. عادت أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي تتصدر هذا الكم وهذا السيل. هناك من الجانب الآخر مشاهدين الأعزاء الدخول وتبادل المراكز. هذا الشوط اللي قتل كمان فيه أثاره، لأن تبادل المراكز فيه سريع وتقارب الأسماء فيه سريع. شوف غيرت صرخ مغير بن سالم العميمي، قادت مساري هذا الشوط، وصلت أشواق وتحركت. صعب المضمرين والشعار الصعب دائما سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يقدم أشواق. مشاهدينا الأعزاء المركز الثالث تتقدم فيه الغزيل راعي الثيل علي بن محمد بن سعيد الكعبي تتقدم على المركز الثالث. والمركز الرابع شوف الظبي حسين بن علي بن فراج المري وواصل بن خيرة. هذا هو اللي يزعج الشوط، بن خيرة راعي الكايدة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو لا تأمنون هدوة بن خيرة حتى ولو عند الثلاثة كيلومترات. مبارك بن محمد بن عزيز بن خيرة الشريفي دوري بالكم، ولكن هناك من الجانب الآخر جميل عتيج بن عبيد بالهلي يقدم جميلة. وصلت الخوارة مشاهدينا الأعزاء أحد شبابنا محمد بن عتيج بالعرطي الحميري الشعار المتمرس في التضمير كذلك متواجد. هناك الأسماء قادمة ديروا بالكم. أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي تتقدم، وهناك أيضا قدوم في هذه اللحظات وصرخة متواجدة مغير بن سالم العميمي وأشواق كذلك متواجدة. يا سلام، وشوف المركز العاشر تدخل اسم جديد، طموح والطموح كبير، الطموح لنيل الفوز، وياتي صالح بن محمد بن عاطف الرشيد. صالح بن محمد بن عاطف الرشيد أشقانا من المملكة يتواجدون حاضرين في هذا الملتقى الخليجي الودي قبل الختاميات والرسميات. ياتي في المرموم هذا الملتقى لأبناء الخليج عشاق الأصالة عشاق رياضة الهجن. مشاهدينا الأعزاء في هذا المنطلق الكبير والتحديات القادمة، مشاهدينا الأعزاء غيرت الخوارة إلى الصدر، غيرت الخوارة إلى الجدارة. محمد بن عتيج بالعرطي يقود الخوارة مع بوابة العبور، هو مع الاثنين كيلومتر. المركز الثاني تتواجد في ثاني المراكز اليذابة مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، وأشواق عادت مرة ثانية، أشواق والصعب محمد. هناك الذي يتواجد سلطان بن مطر بن مرخان مع أشواق في المركز الثالث. أما المركز الرابع وصول من طموح الغزيل، نعم من جانب اليمين الغزيل تتواجد علي بن محمد الكعبي يتواجد الكعبي ماخذ زاوية اليمين مع الغزيل، وهناك تتواجد في طموح وصلت عند المراكز الأولى. الطموح كبير يا صالح بن محمد بن عاطف الرشيد الذي ينطلق في هذه اللحظات. وشوف الأسماء الجديدة، شوف
خوف أهالي مرقم وشعار مرقم خادم بقوة. يا سلام وصلت غزوين، وصلت غزوين، يا سلام. راشد بن محمد بن راشد بن غدير يقدم غزوين في هذه اللحظات، يقدم غزوين. يا سلام، قلت لكم هذا الشوط وقلت لكم هذه الأسماء، ديروا بالكم. شوفوا الشريفي، شوفوا الشريفي مع 1200، شوفوا الشريفي راح راح. الله الله عليك، الله عليك يا ابو مبارك، اشكرك يا ابو مبارك. راح ابو مبارك ير الشوط مثل ما قلت لكم ان ابو مبارك، ديروا بالكم وركزوا معاه. يا سلام، اصدر الاوامر من 1200 وراح هناك مع المقدمه كعوايده، مع اليذاب 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 مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي. انفردت وباعدت، انفردت وباعدت بالمركز الأول، انطلقت بدون منافس، واصدر الشريفي من 1200 يرب الشوط. والله عند اليذاب مبارك بن محمد بن عزيز الشريفي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني في طموح لصالح بن محمد بن عاطف الرشيد على المركز الثاني والمركز الثالث. تتقدم في غزوين، غزوين على المركز الثالث، وراشد بن محمد بن راشد بن غدير. اديروا بالكم من غزوين، خطير غزوين، خطيرين اهالي مرغم. ووصلت مشاهدين العزاء وتقدمت اشواق، الصعب قادم، سلطان بن مطر بن مرخان. ولكن شوف الشريفي، شوف الشريفي، الله، يا سلام يا سلام. هذه اليذاب مبارك بن محمد بن خيره الشريفي ينفرد للمرة الثانية، هناك قدم الكايدة وهنا يقدم اليذابة. اليذابة تعلن الفوز في الأمتار الأخيرة وتنطلق بالمركز الأول. سلام لأهالي الفوعة، سلام لأهالي الفوعة للمرة الثانية في هذا الصباح. تهانينا على فوز اليذابة مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني، المركز الثاني الظبي الحسين بن علي بن فراج المري، والمركز الثالث وصلت فيه أشواق سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، والمركز الرابع اليذابة علي بن محمد بن شفيع من وصلت في المركز الرابع، والمركز الخامس لعلي بن خليفة بن رشيد. هكذا كان هذا الشوط، ولكن هذه شاشة التلفزيون وهذا مخرجنا أبو عدنان مع التوقيت الزمني ومع لحظات اليذابة. مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 54 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وسلام لأهالي الفوعة، سلام على هذا الصباح الجميل. هناك تتواجد في هذه اللحظات، نشوف المركز الثاني من وصلت في المركز الثاني الظبي حسين بن علي بن مبارك بن فراج، قطعت المسافة 12 دقيقة 59 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أشواق وصلت في المركز الثالث، أشواق سلطان بن مطر بن مرخان، توقيتها الزمني 13 دقيقة و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. شاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم في هذه الانطلاقات الجميلة في